السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تلاميذي أعزائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، نلتقي في فيديو جديد. اليوم نديرو لي مود ليزون، معناتها حروف الربط، ميوكار لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. الصفحة صفحة 73، صفحة 73 تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، كتاب لغة فرنسية. هنا أميرة، هنا قلنا ليمون ليزون دو ليزون مي أو كار، هادو حروف الربط. أميرة هنا أميرة شي تقول كو دوا جو فيغ أبخي لي إنونداسيون مونسيور، قالت واش نقدر ندير مور الفيضانات. ميشي سقسات المدير تاعها واش تقدر دير مع مور الفيض. هنا شا قالها أبخي إن لو ماتخ، قالها أبخي إن inondation il faut aérer la maison. قالها مور الفيضانات شديري جيب تهوي المنزل، تهوي المنزل تاعك. أميرة ici le sol est humide، قلت لو كان الأرض مشمخة، شا قالها لو كان الأرض أي مشمخة مبللة بلغة. لو ماتخ شا قالها تي دوا نيتواي لو سول، قالها لي تنقي لازم ولا لي تنقي الارض. مي تي تلوان دي في الكتريك، قالها تبعدي على شا خيوط كهربائيه، باسكو لو كان تكون تشيل الماء الارض مع خيوط صاي تشعل ما يتقابل صاي تشعل ولا تضرب تموت، ولا معناتها هما خطر على الانسان لو كان تكون الارض مشمخه وانت تروحي تشي تريسينتي معناتها غادي تها. قال هذا قال لك تبعدي صح. أميرة لي بومبي سون كوراجو، قالها لي بومبي سون كوراجو معنتها شجاعين، ولا واحد عنده لي كوراج معنتها عنده شجاع ما يخافش شجاع ما عندوش الخوف. كار اي سون ايل نو با بور دو دونجي، كار ايل نو با بور دو دونجي، هما شجاعين ما يخافوش من الخطر، معناتها يواجهوا الخطر، فهمتي؟ يواجه الخطر. لو ماتر سي لور ميتي، قالهم المهنه تاعهم، معناتها هذه المهنه تاعك. إل آد لي فيكتيم دي كاتاستروف، معناتها يساعدوا آد معناتها شيء، يساعد ضحايا لي فيكتيم وضحايا، ضحايا الكوارث. صح، هنا قال لك لي لو ديالوغ بوي ريبون، عفوا ماشي بوي ريبون، لي لو ديالوغ بوي ريبون. كو دوا أم فيغ أميرة كون إلي نيتواي لو سول، شادير أميرة من تنقي الأرض، شادير أميرة شتقولي هنايا تي دوا نيتواي لو سول مي تي لوان دي في إليكتخي، كيما فهمنا ساعه تبعد على خيوط الكهربائية. بوركوا لي بومبي سون تي كوراجو، علاه لي بومبي، قالك علاه لي بومبي سون تي كوراجو، باسكو سي لور ميتي إل آد لي فيكتيم دي كاتاستروف. بوغ لي جو روتيان بوغ لي لي ديفيرون بارتي دو لا فراز اون بو اوتيليزي لي مو ليزون مي او كار. تي دوا نيتواي لو سول، شا قال هنايا تي دوا نيتواي لو سول، يجب تنقي، هنا يقولها قالها لي تنقي الأرض. مي ولكن تي في اتونسيون الكتريسيتي هنايا، هنا قالها ولكن يجب ان تحذري من الخيوط الكهربائيه، اتونسيون الكتريسيتي معناتها تحذري من الكهرباء. هنا لو بومبي اي كوراجو، قالها الاطفائي هنا شجاع كيما قلت، لانه كار هنا نقولو كار هي لانه إنا با بور دو دونجي، هو اصلا ما يخافش من الخطر. هنا غوكوبي سور طون كاي وي جو رولي سون كي فا اون سو تي بو مونجي دي بونبون، قالك تستطيع اكل الحلوى. هنا جوي افيك طون فخيغ دون لو جاردان، لعبي مع خاوتك في الحديقه. مي في اتونسيون شيان دو فوازين، قالك احذري من الكلاب تاع الجيران. مي نوبلي با
دو تيبروسي لي دون. هنا قالك ما تنسيش تبروسي لي دون، معناتها تغسلي سنانك بال، المهم تغسلي سنانك نعرف من غير بفرشه باينه. تي بو مانجي دي بومبو، هنا ما عملنا ربطها تجي مع هذه تي بو مانجي تقدر ناكل حلوه، مي نوبلي با دو تبروسي لي دون. بتكافي هنا التسوس معناتها ما يديروش كنا بتكافي التسوس، قالك بصح ما تنسيش تبروسي لي دون تاعك معناتها سنانك تغسليهم. هنا جوي افيك طون فرير دون لو جاردان، قالك لعبي انتيا وخاوتك في الحديقه بصح، مي ولكن هنا ولكن في اتونسيون حذاري من وشيان دي فوازين، حذاري من الكلاب هذه تتربط مع هذه. انا شرحنا ركوبي لي فراز بوي جولي افيك لي مون دي ليزون كار صح. لو ماتري كونتون لو ميتسي كونتون، لو ماتري فرحان ولو ميتسي طبيب فرحان. لو ماتر متاع استاذ تاني فرحان. سي زيلاف سون سيريو معناتها سي واحد سيريو، سي مالاد سو بورتي بيان معناتها راهم مليح. هنا لي مالاد مليح مع من تجي لو ميتسي اي كونتون شنقولي كار لي مالاد سون سو بورتي بيان. هنا تكتبي له كار، كار تجي مع هذه وتجي مع هنا تاني كار. هنا لو ماتر اي كونتون كار سي زيلاف سون سيريو، راهم سيريو ماهمش طواشيه ولا راهم جديين جدي واحد جدي. لو ماتر اي كونتون تقولي كار سي زيلاف سون سيريو، لو ميديسيان اي كونتون فاني فرحان كار سي مالاد سو بورت بيان راهم مليح. هنا قالك روكاردي لي ماج بوي اكري deux phrases pour expliquer à ton camarade pourquoi le pompier est courageux. هنا قاعده ديري دي لي فراز من عندك شي تقولي le pompier est courageux parce qu'il je veux il aide les victimes. هذه الجمله من عندي نتوما الزوجه ديروها نتوما وحكم ولاد الاحزان. le pompier est courageux parce qu'il aide les victimes. قاعده ديري فاني تقولي le pompier شاد قولي يبغي leur métier، شاد قولي يبغي j'aime leur métier car il aide les victimes de catastrophe. هادي ديري جملة واحدة أخرى ثاني ثاني. المهم مشاهدينا الكرام كان ذا شرح صفحة 73 من كتاب اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. كاش حاجة تحوسو عليها ديرولنا في الكومنتير، مادا بيكم ديرولنا كومنتير في التعليقات تاعكم، وما تنسوش ديرونا جيم وابوني وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد، ودعموا القناة لكي نستمر بالمزيد. وكاش حاجة تحوسوا تفهموها تاني زيدوا ديرونا في كومنتير، وان شاء الله نكونوا في المستوى. وما تنسوناش بدعواتكم وربي ينجحكم ويوفقكم، ونتمنى لكم النجاح في هذا التعليم الابتدائي وتلاميذي تاني اللي عندي نتمنى لهم النجاح. نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله، مع السلامة.